هاي خلينا ناخذ مكونات اول طبق اللي هو الكاستليتا يس او الريش. ريش محمره بالعسل، بنحتاج لها الطبق ريش لحم خروف، زيت نباتي، دبس رمان، باربيكيو صوص، عصير بصل، كاتشب وعسل. كمان بدنا ملح وفلفل، بهار مشكل، بابريكا خشنه، وتوم مهروس. اما للتقديم فبنحتاج لبصل احمر مقطع جوليان وبقدونس مفروم. هاي هي اول طبق، وزي ما قالت الشيف علا مكونات بسيطه ممكن تلاقوها بالسوق، بتعطيكم اياها بطريقه سهله وسريعه ولكن زاكيه، بتفتخروا فيها وبتشوفوا حالكم فيها قدام ضيوفكم وكمان قدام قالتكم. صحيح. وبعدين أليكس يعني هاي الوصفة لو عملوها قبل بيوم كتير تمام. يفضل وزن الخروف يكون صغير عشان تطلع معاك جوسي وما تغلبك. إذا كان 20-25 كيلو يفضل تعمليها بالفرن. إذا كان خروف صغير بتتبليها ساعة ساعتين لحد ما توصل لرحلتك وتشغلي الفحمات وتكون أمور تمام. يا سلام يا سلام. أو قبل بليلة إشي كتير طيب. هلا في شيء رح نبلشه اللي هي عصير البصل. شو هو هذا عصير البصل؟ هو عصير، او خليني احكي، بصل ضربناه بمولينكس تمام، وبعدين بيطلع اللب ناعم كتير، بنحطه بصفاية ناعمة وبنضل نعصر فيه لما بحصل على عصير بصل. هذا العصير رح يخلي اللحمة معاك تصير عبارة عن قطن زي الهواء، بتصير اللحمة بيطر اللحمة بطريقة حلوة، بنفس الوقت ما بتعب معدتي لأني أنا أخذت البصل العصارة بدون ما أحط نفس الثمرة. فرح أحط أنا بصل زي ما بدك العصير، ورح يعطيك طعم وشغل ما رح تحسي فيه، وما رح تحسي في طعم بصل تمام كمان. حبيت حط الثوم المهروس وباقي المكونات اللي حكتهم أليكس. خلينا نشوف شيف علا على الهواء وهي عم بتحضر المكونات. هاي أرقام الهواتف عم تظهر أسفل الشاشة، وأنا خليني أصبح على الأشخاص اللي عم بيبعتوا لنا. عبد حردان بني صخر يسعد صباحك، محمد يسعد صباحك، فايز المعاقلة يسعد صباحك، خالد أبو خجيل صباح الفل، زينب الجتاوي يسعد صباحك، وليد نمري صباح الفل، وليد العباسي أكيد اللي بيحضرنا من البحرين كمان صباحك خير، مناف يوسف صباح الخير، لبنى الجوري يسعد صباحك، ركد الأسماء ما شاء الله، عبد العزيز العبد الآن صباح الخير، وصفات شهية حقيقة. إمرامي كنعان يسعد صباحك، أحمد علامات صباح الخير، أحمد مقبل صباح الفل. لكل أشخاص كمان بيحبوا مش بس يصبحوا علينا، بيحبوا يستغلونا بأسئلة تسألوها سواء عن وصفاتنا لليوم أو عن الأكل بشكل عام، أكيد بنحب إنه نسمع منكم. طيب هلا عصير البصل، هلا لما شفته أنا بتعرف يذكرني بشو، يعني أنا أول مرة بشوفه وحقيقة حبيت طريقة الشيف علا كيف عم تستخدمه بهاي الطريقة. أوقات كتير بيعصروه بحطوه على الشعر مع انه خارج موضوع مزبوط. الاكل لا مزبوط. بس لانه البصل وعصير البصل كتير مفيد للشعر فبحطوه على الشعر. صحيح. فزي اذا حدا بيعمله للشعر بالضبط نفس الطريقه 100% بالضبط 100%. انا لي اختي يعني داومت عليه لفتره للامانه وكتير اعطاها نتيجه البيبي هير بشكل مش طبيعي. سبحان الله كل شيء طبيعي مفيد للجسم. هلا بالنسبه للعسل، شو هالوصف اللي احنا حاطين فيها عسل عشان هم يكونوا عارفين؟ من اكبر المطاعم الامريكيه اللي بتعمل الستيك والشورت ريبس والبريسكت والقطعيات، خليني احكي الاجنبي مش اللي هو الخروف البلدي والامور هاي، اكثر شيء ممكن يحطه بالصحن ويقدم لك اياه هو العسل. فانت في موزات بالعسل احنا سويناها في يوم جديد، لما بتستوي الموزه جيبي قطعه لحمه مستويه وغطيها بعسل ودوقي، هتستغربي ايش اللي عم بيصير. عسل ولحمه شيء 50 جوم. هذا بالنسبه للعسل. بالنسبه للباربيكيو صوص يمكن استبداله في صوص اتش بي، صوص امريكي للستيك، هو بالشكل يس للستيك مكتوب عليه اتش بي بالانجلش، بس الحرفين هذول تمام. فما في عندك حطي باربيكيو صوص يعني بصراحة نكهة مش طبيعية. يلا خلينا ناخذ اتصال. انفادي عم تحكينا من فلسطين الحبيبة، صباح الخير يا انفادي. صباح الخير. صباح الفل، كيفك؟ الله يسلمك، كيفكم انتم؟ احنا الحمد لله بخير، انت كيفكم؟ يسعد صباحك. انا متابع يعني على طول ليوم جديد ومطبخ منال. يسعد صباحك يا انفادي، من اي منطقه من فلسطين عم تحكينا؟ من غرب شمال القدس. اهلا وسهلا فيكي، تحياتنا. هاي الشيف علا معاكي
الو صباح الورد. صباح الورد، اهلين سيد صباح. يلا بالغاليين، اهلا وسهلا. ميت وردة، اهلين فيك. معلش بدي اسالك سؤال. امر يا ستي تفضل. الامر لله. في عندي انا اشتريت بطيخه وطلعت مش حلوه وقطعتها مكعبات حطيتها بالفريزر. برافو. بدي اعملها سلاتش او عصير، كيف بدي اعملها؟ والله انك جدعه. يلا هلا بنجاوبك على طول. يلا يا اهلا وسهلا، تابعينا وهلا رح تخبرك كيف ممكن تعملي بالبطيخه عصير. أيوة. بما انها مش حلوه يعني كثير وتستفيدي منها. سويناه احنا هو سلاش بطيخ وبنباع في المحلات الكاسه بدينارين ونص لثلاث دنانير في البوليفر. اللي هي رح نجيب قطع البطيخ، وخصوصا اذا كان مش حلو او عندي بطيخه وزادته فش عندي حدا ياكلها خايفه تخرب، قطعيها مكعبات وحطيها بالفريزر لما تصير عباره عن مكعبات ثلج. بنزلها في المولينكس، ورق نعنع فريش طازج مغسول كتير منيح، بتحطي سكر لانه بطبيعه الحال رح تكون دلعه اذا مش مستويه، مش حلوه لانها نعم. بتحطي عسل او بتحطي اللي هي سكر وغير النعنع، وبعدين بتكملي عليهم مش في مي بارده، بتجيبي العصير الغازي اللي بنحطه مع الموهيتو تضربيهم مع بعض الفاتح والنعنع الشفاف تضربيهم كلهم بالمولينكس، وبعدين ترجع بتحطيه. بصير في عندك فوق سلاش بطيخ مع نعنع، ومن تحت بنزل اللي هي العصير. إشي كتير زاكي ولذيذ. هلأ هون أنا عملت هاي النقعة. هلأ اللي رح يصير إنه النقعة هاي اللي أنا سويتها رح تتكرمل ورح تعمل طبقة تغلف كل الريش. ليش؟ لأنه في عسل، السكر اللي موجود في العسل رح يخليها تتكرمل، رح يصير عملية كارملايز رهيبة في داخل الفرن. الخلطة بنزيدها شوي لأنه الخلطة نفسها رح نغمسها مع بصل، خبزة مشاوي، خبزة برميها على الشبك تاخد نكهة الفحم، بجيب لي خبزة تورتيلا، خبز عربي، طابون، وبغمس. وإحنا يعني شعب منموت بالخبز. نعم الخبز والرز، إحنا اللي ما عنده خبز ورز معناته مش طابخة. تعترفوش فيها إنها طابخة. طيب رح نعمل تقديمة بسيطة تستفيدوا منها إنكم تدهنوا أي خبزة فيها. نادية قرقشي يسعد صباحك، أماني ضيف الله صباح الفل، أم أحمد حنتولي يسعد صباحك، تهاني مراحلة يا صباح الخير، سونا صباح الخير. وخلينا ناخذ اتصال أم محمد. يا صباح الفل. نعم. يا أم محمد يا صباحك خير. أهلا وسهلا، كيفك؟ أنا منيحة الحمد لله. كيف صحتك؟ منورة على الشاشة. الله يسعدك يا ربي بوجودكم بمتابعتكم يا أم محمد. يا هاي الشيف علا معك إذا بتحبي تسأليها أي سؤال. ألو صباح الخير. صباح العسل والقشطة، يا هلا. يا أعطيني شو الأكل الزاكي هون؟ قولي يا ستي شو رأيك بهالوصفة؟ شو الأكل الزاكي هون؟ لعيونك تدللي. الله يسعدك. قولي يا قمر، بتحب الريش؟ من محبين الريش؟ بحبهم كثير. يلا خذي هالوصفة وإن شاء الله بتعجبك يا رب. كل طبخة بتعمليها زاكي حبيبتي، لعيونك تدللي. تمام. هلا هذا البصل يعني محمد يسعد صباحك، بنحطه جنب المشاوي جنب صواني الدجاج، بتحطيه كم نوع من انواع المقبلات جنب اي نوع من انواع الصواني او حتى الطحلات والاشياء هاي الزاكيه، هاي الحبشتكنات الدسمه. نعم. بصل بنقطعه جوليان، بنحط له بقدونس، زيت زيتون، عصير ليمون، ملح وسماق. تمام. وهي دائما شايفه لها بتقول البصل الاحمر لانه شوي اكثر حلاوه فبيزبط اكثر من البصل الابيض اذا متوفر. هديل ياسين يسعد صباحك، انشراح حباشنا يسعد صباحك، كمان رهف ريحات يا اهلا وسهلا. صح وليد العباسي بيقول العسل بيعطي كرمله وقرقشه للحم، ما لها حل حقيقه. ام محمد صباح الفل، ام هشام العوامله صباح الخير، يونس، حمد يسعد صباحك، ام بلال يسلموا هالايدين، شكرا يا ام بلال. ياسمين الشرفات صباحك عسل، ابتهال ترتير من رام الله عم تحضرنا، شكرا لك يا ابتداء يا ابتهال. عروبه طلال صباح الخير، هيثم الشطي ابو شادي صباح الخير. وقبل ما تلبس الشيف علا الكفوف حتى تخبرنا باقي التفاصيل خلينا ناخذ اتصال. حليمه صباح الكل، يا حليمه اهلا وسهلا. كيفك حبيبتي؟ انا منيحه منوره ما شاء الله عنك. تسلمي، شكرا لك، يسعدك يا رب. صباح الشيف. هاي هالشيف عم تسمعي. الو صباح الورد، يا هلا علا.
اهلا ست الكل، يا هلا. يعطيك العافيه حبيبتي. حبيبتي اهلا وسهلا. الله يسلم ايديك وعناك يا رب. الله يسعدك طول عمرك. حبيبتي شوف علا بدي اسالك سؤال. تفضلي. هاي التتبيله بيصير بتبلها للجاج؟ للجاج؟ اه الجاج باربيكيو صوص كاتشب عسل بصير، بس مكان البهار مشكل بنحط سيزن او بنحط بهار فاهيتا يعني بيزبط او بزبط ما فيش اشي. معلش اصبح على اهلي زعتر ناشف. زعتر ناشف. جاي اصبح على امي وابوي واخواتي. نعم ان شاء الله بضلوا لك يا قمر حبيبتي. حبيبتي الله يسلمك. اهلا وسهلا ميت مرحبا. رح ناخذ مقادير سلطه حمضيات ورح نسويها بطريقه حلوه زي بوكي الورد هيك اشي حلو بحلاوه قلوبكم. مقادير عشان يلا سلطه الحمضيات وبعدها اكيد كمان شوي من